صباح الخير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا. بنبدأ معاكم كالعادة بفقرة الصحافة وقراءة الأهم عناوين الصحف اليومية، وضيفنا فيها الكاتب والمحلل السياسي أستاذ مروان يونس. صباح الخير، صباح أهلا النور، بيك. أهلا وسهلا. خلينا نشوف المانشيتات أو أهمها اللي موجود النهاردة في الصحف، وبنبتديها من الأهرام الصفحة الأولى. السيسي يبحث اليوم في موسكو المشروعات المشتركة وتطورات المنطقة. المصري اليوم كمان محلب يخمد فتنة أمناء الشرطة مؤقتا. الأخبار استشهاد 3 جنود وإصابة 36 في تفجير أتوبيس شرطة بالبحيرة. الشروق 7 مجموعات إخوانية تبايع داعش. المصري اليوم الصين تقود العالم إلى أزمة اقتصادية جديدة. والأهرام الكويت والبحرين تطالبان رعاياها بمغادرة لبنان. ونبتدي من الأهرام الصفحة الأولى، السيسي يبحث اليوم في موسكو المشروعات المشتركة وتطورات المنطقة. زيارات الرئيس السيسي لموسكو ربما ما بدأت تاخد شكل شراكة أكثر منها شكل زيارات دبلوماسية عادية أو زيارات إن أنا بفتح باب تعاون، لأن إحنا لو بصينا حتى عدديا لعدد الزيارات من ساعة ما سيد الرئيس كان وزيرا للدفاع هنلاقي هما 5 زيارات إلى هذه اللحظة. 5 زيارات في خلال عامين دي بتبقى في عرف الدول حاجة كبيرة جدا. روسيا ربما التوجه الحالي ان احنا بنتكلم معاها اقتصاد. احنا اول ما بدانا نتعاون مع روسيا كمصر بدانا نتعاون في موضوع السلاح وتطوير السلاح، وسواء انواع من الصواريخ، فرقاطات معينه، نظم دفاع جوي، ايا كانت كلها مواضيع تسليح مباشره نظرا لما كانت تواجهه مصر من ارهاب، وكان الموقف الدولي مخزي احيانا في الوقت ده من الولايات المتحده والغرب، انه كان بيدعي ان احنا بنقمع حريات وان هؤلاء المجموعات الارهابيه والاجراميه هم مجموعات تعبر عن الراي ومجموعات من الثوار وكلام زي كده اللي هي في بدايه يونيو. فاتجهت مصر فورا، كانت ذكيه كفايه كوزاره الدفاع او كدوله انها بدات تبص شرقا ناحيه روسيا، فبدانا موضوع السلاح. تطور بعد موضوع السلاح علاقات استراتيجيه اخرى حول توحيد الرؤى حول بعض القضايا. يعني مثلا بنتكلم على الازمه السوريه، اعتقد ان رؤيه وجهه نظر مصر لابد من حل سياسي للأزمة يوما ما، ولابد ألا تسقط سوريا. مش هينفع حل سياسي بعد مهدم زي ما حصل مثلا لنفرض في العراق، نقول مفيش جيش مفيش شرطة مفيش مش عارف ايه، يلا نقول حل سياسي. مش ممكن انت تنظم الفوضى، لان انت العناصر المنظمة يعني او اللي هتضمد جراح سنوات الثورة مش تبقى موجودة. روسيا عندها نفس وجهة النظر، ربما بالأسد من غير الأسد المفاوضات دي لاحقا. الوضع الليبي وجهة نظر روسية متطابقة مع وجهة النظر المصرية، ان ده ارهاب متنامي وارهاب اصبح له دولة الان وله مخازن سلاح وعلى مشارف اوروبا. قضايا عديدة مصر وروسيا بدأت تتعاون فيها على المستوى الاستراتيجي والسياسي. ننقل على الملف الثالث وهو الاقتصادي، هو ده اللي اهم بقى، ده اللي يعمل لك علاقات مستديمة. طيب احنا خلال السنتين اللي فاتوا كل المشاريع اللي تمت بالفعل ما بيننا وما بين روسيا، او اللي تم على الاقل التصريح بيها ما بيننا وما بينهم، هي كلها مشاريع سلاح او تعاون في مجال السلاح، لكن ما سمعناش عن مشاريع اخرى اقتصاديه. كان ابرز يعني المشهد اللي تصدره مشروعات السلاح. انما انا عاوز اتكلم عن المشروعات الاقتصاديه. روسيا في ازمه اقتصاديه، او مش في ازمه، هي مش قويه اقتصاديا كفايه بالنسبه للمعركه مع الولايات المتحده، سواء كانت معركه عملات او اي حاجه، فلابد انها تبدا تفتح اسواق جديده. بوابه افريقيا حاليا وبوابه الشرق الاوسط، ومهما هيتقال هي مصر في هذه الفتره، وقناه السويس، مشروع قناه السويس ده هو ممكن يكون عنق الزجاج او المخرج لدول كتير من الازمات الاقتصاديه الحاليه. ممكن تبقى في مصانع، ممكن تبقى في استثمار بشكل كبير جدا. فاتمنى من الوزاره الروسيه والوزاره المصريه ان هم يعملوا مشروعات تعاون مشترك فيها مصلحه الطرفين، تخلي التعاون العسكري ده مستمر، ما تخليهوش طفره بسبب ظرف زمني وانتهى وخلاص ومش عارف ايه. اضافه لكده، المشروعات الاقتصاديه دي هي اللي بتدوم، هي اللي هتخلي قاعدين احنا وروسيا ومصر والشعب المصري والشعب الروسي يبدا يفتح علاقات حقيقيه معاه، ويبدا يبقى التعاون على شكل فعال اكثر واكثر. فاتمنى الزياره نجاح، اتمنى من الوزراء بقى ان هم ياخدوا الامور دي بجديه، مش يعملوا الزياره ويكتبوا الورق وبعد كده يقولوا الورق بايظ، عيد الورق، طب الاتفاق مش عارفين نكتبه. ما لازم يبقوا على نفس المستوى بتاع توجهات الرئيس وعلى نفس تطلعات الشعب المصري. الخبر الثاني من المصري اليوم، محلب يخمد فتنه امناء الشرطه مؤقتا. وطبعا الصوره الغير لائقه تماما اللي نقلتها كل شاشات التلفزيون اول امبارح كانت يعني سيئه. ايه اللي حصل فيها لحد دلوقتي؟ والله هقول لحضرتك حاجه، يعني انا مستاء جدا من المشهد اللي انا شفته، ومستاء جدا من رده الفعل، يعني بمنتهى الصراحه. احنا فضينا المظاهره وطبطبنا على الناس كويس. طب انا مشكله المظاهره فرضا، يعني لو قلنا
اصل دول مش عارف اصل ده من بره، اصل دول صغيرين في السن، اصل دول طوال، اصل دول قصيرين، معلش اصل ده غلبان، ماشي. انت بتقول ان هم مظلومين، هل يصح ان واحد واقف يهتف وحاطط سلاح في جنبه؟ يعني ده السؤال اللي عاوزين نساله لبعض. فاحنا كشرطه لابد ان انا اكون في العداله لما بييجوا يرسموها، بيرسموا الست اللي ماسكه الميزان دي ومغمية عينيها، يعني مش عارفه ده مين اللي انا بحكم عليه مين وده مين اللي بحكم عليه شمال. فهذا الوضع اللي انا شفته وضع في منتهى الاسف. سيبك من الجزء الانساني والجزء الاجتماعي ان ما يصحش وعيب و و و، انا بتكلم عن الشق القانوني. الشق القانوني واحد واقف بمظاهره بالسلاح، ما تقوليش اي ذريعه ان انا اتفاوض معاه، حتى لو انت هتتفاوض معاه لنفرض لازم تتفاوض معاه بعد ما يكون انت في موجهه في اتجاه المحاسبه القانونيه. يعني والواحد ده احنا بنتعامل معاه كانه جزء من الداخليه، هل هو بيطبق عليهم قانون التظاهر ولا لا؟ هو لابد يطبق عليهم قانون التظاهر، لان دول اساسا يعني شرطه مش عسكريين، دول جهاز حمايه مدنيه في اصله، يعني هو موظفين تبع الشكل المدني للدوله. انما تطبيق قانون التظاهر ده يطبق عليهم مؤكدا، ان انت سيبك انت مش اعتصام، فقالوا لك اصل دي واقفه يا سيدي، في حاجه اسمها واقفه بس. انا لو انا شفت مظاهره لنفرض 20 واحد واقفين بسلاح ايا كان معاهم تصريح حتى سلاح، هل يصح؟ حاجه غير مقبوله نهائيا، فده تهديد مباشر. انا اتمنى تفاوضوا زي ما تتفاوضوا، حلوا زي ما تحلوا، انا معاكم. يعني في ناس مش متصوره انه امناء الشرطه اللي كانوا بيتظاهروا لابد ان هو يعاقب، اي واحد خرج القانون بالظبط. اللي كانوا بيتظاهروا موجودين في الشارع اول امبارح مش متخيلين انهم هيعودوا لعملهم عادي. لا، واساءوا للجميع. يعني اقول لحضرتك حاجه، انت دلوقتي عملت مشهد مؤسف، اساء اجتماعيا عمل مشكله، وعلى مستوى الشرطه عمل مشكله. يعني الناحيه الثانيه ثاني يوم في استشهاد لامناء شرطه ثانيين، انا ما احط ده جنب ده، انا ضيعت قيمه ده عند المواطن ان هو شايف الاخر بيعمل كده. يقول لك اه ما اصل هم دول في يوم واحد كذا وواحد كذا، هم دول هم اللي بيستشهدوا في معظم العمليات. فما حدث ما انا مش شايفه ان هو مشكله نطبطب على بعض وبوس راسه ونعدي المشكله، لا لازم. حتى الخبر نفسه ما فيهوش حل، يعني يخمد فتنه امناء الشرطه مؤقتا، وممكن بعد يومين يكون في مره ثانيه مظاهره ثانيه او وقفه ثانيه. للاسف انا 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 مستاء جدا، وعاوزين نقول حاجه يا جماعه، يا اما دوله قانون يا اما نسيبنا من دوله القانون بقى ونمشيها كده حبي وجلسات عرفيه، وده هيبقى نهايه مصر. الاخبار الصفحه الاولى، استشهاد 3 جنود واصابه 36 في تفجير اتوبيس شرطه بالبحيره، وخبر اكني كل يوم كل يوم تقريبا بنقراه. يعني الامناء بيعانوا والشرطه بتعاني والقوات المسلحه بتعاني والمواطن المصري بيعاني من ازمه اقتصاديه وكل ده واضح المعالم. احنا بقاش ايه زمان يقول لك اصل بتوع المؤامره بيقولوا، خلاص ما بقاش في ده، انت عايش ده، انت المؤامره اللي انت معتقد انها مش موجوده بتاثر في اكلك وشربك يوميا. فانت الشرطه دلوقتي هي بتتهاجم في كل مكان، سواء ماشي في اتوبيس بيتهاجم، سواء واقف في كمين، سواء بيخش على الارهابي بيتضرب عليه بالنار. فما ينفعش نروح حاطين ده جنب ده ونلاقي امناء الشرطه بيعملوا الكلام ده. وحاجه ثانيه بالنسبه للشرطه، ما بصينا الميزانيات، وانا يمكن ما هذا الامر جذب انتباهي، هو ايه الموضوع؟ الشرطه محتاجه ميزانيه، بدل ما الميزانيه زود مرتبات، والحمد لله يعني مع احترامي للجميع، مرتب يخليهم يعيشوا عيشه كريمه. في شرطه محتاجه اجهزه، محتاجه تطوير، محتاجه تحديث. انا ما ينفعش ان انا بتفضل المباحث بتاعتنا كلها انها قاعده تجيب الناس في اوضه وتستجوبهم، لازم عندهم ادوات الكترونيه وادوات بحث ويقدر يجنب ناس وكلام زي كده، ان مصر بتعاني بشكل حقيقي مش هزار يعني. فشوف المشهد الفرق، ده امين شرطه وده امين شرطه. القانون اللي ما فرقش بين ده وده قانون يتغير. يعني لازم القانون يفرق بين امين شرطه اللي بالشكل ده اللي هو بيستشهد عشان الوطن، ويفرق بين امين الشرطه اللي بالشكل ده لازم مكانه وراء السجون. فلازم القوانين في مصر فعلا التشريع يحتاج مراجعه كبيره جدا، حتى كمان اللوائح الداخليه بتاعت وزاره الداخليه. حضرتك تتخيل ان الفتره الجايه هيكون في رد عليهم ولا انا اتمنى من ربنا ما يكونش اللي هو في الاخر يطلعوا متصورين ايديهم في ايدين بعض والكلام ده، لان الكلام ده بيسيء لمصر. خلاص انت ما فيش دوله في العالم بتمشي انك بهذا الشكل، نتكلم بالقانون وقت كان صالح، بس ما فيش تصالح مع حق الدوله وحق القانون. فاتمنى من ربنا ما تنتهيش امورنا كلها اتنين بيبصوا راس بعض في كل ازماتنا، لا لازم نوضح حد للكلام ده. نحل مشاكلهم ما عنديش مشكله، بس اللي وقف بسلاحه ده 5 6 10 2 1 ايا كان عددهم لازم يعاقب. الشروق الصفحه الاولى، 7 مجموعات اخوانيه تبايع داعش. قول لحضرتك حاجه، مين 7 مجموعات اللي يعني ايا كانت هم؟ بصي فكر داعش وفكر مش الاخوان واحد وداعش واحد، هم بالظبط هم بس مجموعات زي ما تقولي مثلا امانه المراه وامانه الشباب وامانه كذا وامانه التنظيم والقتل، فهم مجموعات مع بعض. هم اللي بيبيعوا داعش دلوقتي ابتدوا يفقدوا الامن، هم شايفين الجماعه دلوقتي ابتدت هم وعدوهم بالتمكين السياسي،
احنا هنتمكن سياسيا ويمسك الناس اللي في مصر كلها نخنقها ونبقى احنا المرشد الاعلى والاهل الحل والعقد والجو اللي عايشولنا فيه في دستور 2012 ده. الشباب يا عيني ما واخدينه ماسحين مخه من زمان، مخطوفين ذهنيا كلهم، فقاعدين متواجدين في الشارع مش لاقيين حاجه. طب اعمل ايه بقى؟ انا عاوز الدوله اللي مش عارف ايه اللي فيها المرشد والدين ومش عارف كذا، مين اللي شغال؟ الارهابيين. فقال لك خلاص اغير، اروح من الحته اليمين للحته الشمال، ما كلهم بيخدموا نفس الغرض. يعني لا، هو الراجل بتاع داعش ده عاوز ايه؟ مش عاوز دوله دينيه ويحكمها شيخ يعينوه وبتاع وكلام زي كده، لو في دوله عندهم يعني. واخوانا عاوز نفس الشيء، هو الفرق بس شكل الشيخ سلفي ولا شكل الشيخ بدأنا قصيره، هو ده الخلاف بين السلف والاخوان. فمبايعه الاخوان لداعش او لمجموعه داعش امر طبيعي. الاخوان سهلت كل اللي راحوا سوريا، كانت الشغل اللوجستي بتاع تسهيل الهروب بتاع كل من الشعب المصري اللي اتضحك عليه وسافر سوريا كان بتسهيل من الاخوان واضح جدا ومن التيارات السلفيه المصريه. فان هم يخشوا داعش ما اعتقدش الشعب المصري هيستغرب قوي، لان يعني الشعب المصري بقى بيبص لهم على انهم واحد بالظبط خلاص، يعني ابتدت ما هم حاجه واحده. المفروض ان البرلمان او التصريحات لحد النهارده بتقول ان البرلمان هيكون في اكتوبر اللي جاي، ايه اللي حصل لحد دلوقتي عشان ياكد انه مش هيكون في احزاب دينيه موجوده في البرلمان؟ للاسف اقول لك حاجه، الاحزاب الدينيه دي عامله حركه كده غريبه شويه في مجملها، يعني هو عامل لائحه حزبيه كويس وكاتب لك فيها، تبصي على اللائحه هتلاقي لا ده حزب محافظ على اللائحه على الورق يعني، ويقول لك كلمه مرجعيه دينيه كويس كده. اول حاجه عنده تيجي المحكمه تحاسبه او لجنه شؤون الاحزاب تلاقي الورق سليم، هو ممارساته حزب ديني 100% مش بنهزر يعني، انما الورق بتاعه ماشي فراحوا معدينه كحزب. تيجي انت دلوقتي عاوز ترفع عليه قضيه عشان توقفيه، مين المنوط بيه رفع القضيه؟ عندك 8 قضايا اترفضت شكليه، لازم لجنه شؤون الاحزاب اللي ترفع. طب لجنه شؤون الاحزاب عاوزه ايه؟ لازم انت دلوقتي بدات الناس في مصر تفكر تختصم لجنه شؤون الاحزاب تقول لهم في ممارسات دينيه لهذا الحزب. ان بالنسبه للقانون هو شايف الورقه اللي نص عليها يعني احنا بيننا وبينهم بين الاحزاب الدينيه لحد تكوين البرلمان هو مجرد ورق. لازم بالظبط لازم نعمل بقى تحريات هم بيمارسوا دينيا ولا لا. وحاجه ثانيه عاوزه يعني نصيحه لجنه شؤون الاحزاب تقول لهم مرجعيه الدينيه دي فسرها لي، انت مرجعيتك بقى ايه؟ ما في مذاهب اسلاميه، وتساله في اسئله عن الدوله، ما رايك الدوله دي حرام ولا حلال؟ النظام السياسي حرام ولا حلال؟ النظام الديمقراطي حرام ولا حلال؟ المراه اسمها مراه ولا كائن اخر؟ عندك والله الكلام ده نسالهم، مش انتوا مرجعيتكم دينيه يا عم؟ عندكم مرجعيه، جاوبوا لنا على الاسئله دي، لو جاوبتوها زي الدستور كمل، لو ما جاوبتوهاش زي الدستور لو سمحت حضرتك يبقى انت كده حزب ديني اخرج بره الساحه. بس في افراد لحد دلوقتي داخله البرلمان انتماءاتها السياسيه معروفه. هو واحد اقول لحضرتك مش محتاجه حتى ان احنا نتابع ممارساتها في الفتره اللي فاتت كانت عامله ازاي، ما احنا عارفينهم. ما احنا عارفينهم، هم لو موافقين علينا كانوا دخلوا في وسط الاحزاب العاديه، هم ليه لموا نفسهم في حزب واحد؟ ما بيروحوش اي حزب تاني. عاوزين نسال يعني ليه ما فيش السلفيه الوهابيه ومجموعاتها ليه ما بتروحش حزب اخر غير حزب النور وحزب مش عارف ايه والبناء والتنميه وشويه شغل بتاعهم ده؟ عشان هم شايفين ان احنا مش موجودين، هم شايفين ان احنا لازم نبقى احنا كده واحنا نعمل دوله دينيه. هيخشوا البرامج هيرشح نفسه، لان الا هذه اللحظه هتقدر توقفوا ايه بقانون عمل اختراق في الحزب وبتاعه، وده مش عارفين نسبته. طب بيستعدوا هيرشحوا نفسهم وممكن يكونوا لسه مسيطرين في اماكن معينه وهياخدوا اصوات وممكن يعني نقوم الصبح نلاقيهم موجودين تاني في البرلمان. في بعض الاماكن عندهم كثافه، في بعض الاماكن فقيره جدا فالجمعيات بتاعتهم ما حدش عارف برضه يراقبها ولا يعرف بيتعمل ايه، هتشتغل مع الناس وهتودي لهم اكل وشرب وربما يجيبوا لهم، هيجيبوا 30 40 50 جابوا عدد، بس انا ما اعتقدش هيكون كبير. احنا المشكله عند المواطن، انت يا راجل واضح بيقول لك انا حزب ديني وشكله انت عارفه وتاريخه انت عارفه، هتروح تنتخبه تاني انت تستاهل. ما هو مش المواطن بقى، احنا هنا في قانون ما بقاش عارف انا اقول لك طابور خمس للمواطن ما ادينالوش حريه ان هو يختار ما بين الاحزاب الدينيه والاحزاب اللادينيه، المفروض ان الموجودين يكونوا بلا خلفيه دينيه. لا هقول لك حاجه، المواطن اللي هو متدين او بخلفيه دينيه مش هتقدري تمنعيه كمواطن، انما كحزب تقدري تمنعيه كحزب طبعا كممارسه تقدري توقفيه بقوانين الانتخابيه، انما كواحد هتعملي له ايه؟ يعني القانون ما يسمح له طبعا بالترشح. انا اتمنى الناس بقى تبدا تفرز بقى، ما ينفعش يكملوا كده، معلش اصل ده متدين معلش اصل ده قريبنا، لا اختار الاصلح للوطن. المصري اليوم الصين تقود العالم لازمه اقتصاديه جديده. الصين بتحاول خفضت عملتها المره اعتقد الثالثه، اعتقد ابتدت بتخفض عملتها عشان هي تخفيض العمله عندهم، احنا عندنا مشكله في ان احنا الدولار هو المؤثر عندنا، والدولار لما بيعلى كل احنا بنستورد اكتر، الصين بتصدر اكتر، فكل ما تخفض عملتها كل ما هتعرف تصدر اكتر وتكتسح اسواق تانية.
فهو الراجل حابب قوي ان الدولار يبقى عالي عنده، يعني هو مش متضايق من هذا الامر لانه بيعرف يصدر بشكل اكبر ويعرف يضرب العملات التانية والكلام زي كده. فالصين قررت تعمل ضربة اقتصادية في العالم كله، فالعالم كله ابتدت البورصات كلها تترنح واحدة ورا التانية، حتى البورصة المصرية. اول بس على فكره القصه دي معروفه من شهرين ان الصين هتعملها. انا مستغرب دايما احنا ايه، انا عارف ان مثلا الصيف جاي يقول ياه هو الصيف جه، طب ما هو الصيف جاي الصين قالت ان انا هعمل كده والناس كلها متوقعه. اجراءاتنا الاحترازيه كالعاده صفريه، يعني ما احنا احترسنا ان احنا بس نقول يا رب نجينا، ده الاحتراس الوحيد اللي احنا بنعمله. الاداء الاقتصادي بتاع البورصه ابتدت تهتز جامد جدا. لازم بجد مراجعه شويه، بس ايه الوضع خطر كفايه ان انا ما اقعدش اهزر او ما اخدش بالي او اطنش او اسيبها كده. يعني حتى لو عاوز ربنا يقف معانا، ربنا بيقف مع المجتهد. فيا جماعه لازم نجتهد كلنا، الوزراء بتوع المجموعه الاقتصاديه لابد تجتهدوا اكتر من كده بكتير جدا. يعني لو انت عندك 10 خطوات في اجتهادك انت عامل 3، فالثلاثه لا يكفوا الشعب المصري ولو حصل ازمه اقتصاديه. خدي بال حضرتك مش لازم الناس تزهق من ازمه سياسيه، ممكن تضغطي على المواطنين وتضعفي عزيمتهم بازمه اقتصاديه، ودي اقوى من الازمه السياسيه. فما نبقاش سوزه كفايه ان احنا ما دام الناس بتحب الرئيس، لا الناس عندها اكل عيش اهتموا بيه. لو انتوا بقى اللي بتحبوا الرئيس اشتغلوا كويس عشان اكل عيش الناس، اعملوا افكار ابداعيه اكتر من كده. ما ينفعش قانون استثمار عن مؤتمر اقتصادي يطلع بعديه في 3 اشهر الناس تقول لك وحش، صح ولا لا؟ ما ينفعش قانون خدمه مدنيه لوزاره التخطيط عاملاها بقى لها برضه سنه، واحنا بنتكلم دلوقتي على مشاريع التنميه ومشاريع قناه السويس الجديده واحنا لسه عندنا مشاكل في قانون الاستثمار. ما مش يعني بالظبط، يعني يا جماعه اتمنى ان يعني كنا نبقى اكثر حرفيه. لو احنا بقينا محترفين مشاكل كتير اتحلت، في القانون نبقى محترفين وفي القضاء محترفين وفي الاقتصاد محترفين. ان مش ممكن مفاجات، يعني الصين عارفين هيحصل كده، عارفين في ازمه دولار اخر السنه بقالنا 6 اشهر وعادي هي حصلت. يا جماعه قولوا يا رب، ما انا بقول يا رب واحنا بنقول حاجه ثانيه، ما الستوا اشتغلوا. اخر خبر معانا من الاهرام كمان الصفحه الاولى، الكويت والبحرين تطالبان رعاياها بمغادره لبنان. وطبعا كلنا يعني تابعنا الازمه اللي حاصله دلوقتي في لبنان ومطالبتهم باسقاط الحكومه، وصلنا لايه؟ هو اقول لحضرتك حاجه، هو الموضوع بيحصل في ايه في القصه دي اللي انا يعني رؤيتي، ايران لسه فاكر لها حظر عن 80 مليار دولار، كويس؟ فهم انبسطوا قوي وجالهم الحماس، احنا الدوله العظمى الفارسيه اللي مش عارف ايه، نفس الاحلام اللي عند ناس شيعيه بقى، وحطي كل الكلام ده معاكي، هنبدا بقى نتدخل في المنطقه، ابتدوا يصرفوا بقى على الرجال. في كل دوله، ما 80 مليار رجلهم من الهوا بقى، فاصرف شويه في لبنان، اصرف شويه كذا. المظاهرات في لبنان هي في تلت معطل واكتر من تلت كمان حزب الله واخده معطل، ما فيش دوله اساسا. فالاداء الحكومي ترهل، فالناس قامت رايحين نازلين في وسط المظاهرات حارقين مع الناس وبتاع عشان يفرضوا حل، ان انت يا جماعه عشان الدوله تبقى كويسه لابد ان انت توافق ان هو يتغير الشكل شويه ويبقى سلطات حزب الله اكتر. مين حزب الله بقى؟ رجاله ايران في لبنان، كويس؟ بغض النظر ساعات حزب الله مثلا في الازمه السوريه واقف مع بشار وبقاء الدوله، هنا بيبقى ضد مين؟ بس يعني ده دول بتلعب مع بعض. تشوف اليافطه اللي رافعينها اللبنانيين، يقول لك ده يافطه واحد واقف بالمطالب مش عارف دوله ايه، واحد واقف بالمطالب بتاع دوله ايه، انما ما حدش واقف بالمطالب لبنان. للاسف هو احنا كده برضو احنا شايفين الصوره من بره، لكن المواطن اللبناني العادي كمان عنده مشاكل كتيره بيعاني منها في الفتره اللي فاتت. عموما كان في خلل كبير جدا في يعني لا عارفين يكون في رئيس ولا عارفين يكونوا حكومه بترضيهم، عندهم مشاكل كتيره جدا في الميه وفي الكهرباء ولا اي حاجه. هي ما يمكن ليا حظي كويس ان انا ليا اصدقاء كانوا مراسلين وصحفيين في لبنان ومذيعين، فبدات اسال ايه اللي بيحصل. هو الله يكون في عونهم، هم داخلين في منعطف، ولبنان عنده ميراث طائفي، يعني استطاعت يعملوا نموذج طائفي، الاستعمار زمان والافكار المخابرات الاجنبيه عرفت تعمله طائفي، وهو ده لبنان. هم نفسهم يبقى مصيرنا كلنا دول طائفيه، حزب الوهابيه، حزب الشيعه، حزب مش عارف الازهري، حزب الليبرالي المتطرف ازاي، فنبقى مجموعات وكل بالظبط كده، وكل واحد يعيش مع بعض في حته، ونبقى خلاص دوله طائفيه بلا دوله، مفيش حاجه اسمها الدوله الوطنيه، يبقى احنا دوله طائفيه وعشائريه. فانا اتمنى نخرج من الازمه، ونتمنى لبنان بقى خلاص مش موضوع تاني نخش في طوائف وكلام زي كده، ان ده الامرين من الكلام. ودي يعني كانت اهم الاخبار الموجوده النهارده في الصحف. بشكرك جدا الكاتب والمحلل السياسي استاذ مروان يونس، نورتنا ومرسيدي. مشاهدينا خليكم معانا، بعد الفاصل الجاي ده على طول هنكمل فقراتنا في نهارك سعيد.